وهذه القلعة في اسكندرية. هذا ايش ما ادري صراحة، في حاجات كثيرة بس ما اعرفها لاني انا مش سياحي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كم الرحلات بالامس؟ يعني حضرتك عندك جوله دي ساعه الا ربع بتزوروا معالم اسكندريه الطبيعيه دي خاصه ولا مع مجموعه؟ وفي عايز خاص تحت امرك، عايز مع ناس تحت امرك. كم سعر هذه وكم سعر هذه؟ يعني عندي بيبتدي من 200 اللانش اصغر احجامه اللي هو خاص خاص بتزوروا معالم اسكندريه كلها الطبيعه ساعه الا ربع 16 مكان. فنار اسكندريه القديم، المناره، حاجز البحر، السراجيب، القلعه، مشنع الرصيف الحربي، حاجز الامواج. الصغير ايش طوله يعني؟ سريع طراز يعني؟ ده موتور. اللي بكلمك عليه ده موتور. ما في نفس، احنا ركبنا بقارب على النيل زي اللي على النيل كده اللي يسمونه فرعوني، وهذا هو زي المركب النيلي زيه. طويل كده. ايوه، وخاص بيكو معاكم سواق بس، ومغطى ساوند مع ميوزك لو حبيته. كم سعره؟ كم سعره تقول لي؟ سعره من اول 200 جنيه بيبتدي. يعني لمدة ساعة ساعة الا ربع، ها؟ ان شاء الله 200 جنيه نفرين. وكده كده معاك القلعة مفتوحة بقت 8 بالليل، عشان بقت ب 60 جنيه الفرد والدفع بالفيزا. مدوا عدد الساعات عشان غلوا التذكرة. بقت مفتوحة بالليل. تمام. القلعة والمتحفين معاك لغاية 10 بالليل، والتيكت ب 20 جنيه كاش. المتحفين وين هم؟ متحف الأسماك الحية قدام حضرتك اللي بتعمله تجديد ده. على اليمين ده. أيوة. فاتح؟ ده مفتوح لغايه 10 بالليل. أيوة. وكذلك اللي ورا الاتوبيس ده في باب في القلعه نفسه، ده متحف اسماك محنطه. باب القلعه طوالي زي ما انت جوه خالص على الشمال جوه. انت بالنسبه لكم احنا تقريبا ساعه كده ونرجع. انا قصدي يعني لو حبيت ارحمك من الشمس دي، كده كده انت معاك مساحه تخشها في الظل وفي الطراوه، عشان انت مش هتطيق تقعد نص ساعه في الشمس جوه. والله انا قصدي يعني، وانت الامر يرجع لك. انا لا، هي شنو حرتها، لان احنا جايين قاصدينها يعني، مش مبنى البلد. نرجع لك ان شاء الله هنا باذنك يا رب. شكرا جزيلا. معك حماده. ماشي ماشي بقى، هتيني هنا ان شاء الله باذن الله. بص، اهم حاجه في الصف اليدوي. ها؟ هنا في مراكب يدوي. لا لا، ما قصدي يدوي. اركب يدوي ازاي؟ لا ايوه، عشان ما هتقابل الناس هيقول لك يدوي وبتاع. لا لا لا، انا اركبك حاجه في ان شاء الله. خلاص باذن الله. اه اصور خلاص اصور. بس ضايقتك اصور. عملت لك بستيج. السلام عليكم. شكرا يا باشا. هدايا تذكاريه. القلعة، وهنا المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. هذا ما في حد اسماك وكذا، نذكر ان شاء الله بعد شوي. والله وش قدام القلعه؟ بوابه القلعه. هذه مو هذه، هذه اسماك محنطه. مكتوب اسماك محنطه اللي قلت عليها. وين بوابه القلعه هذه؟ كذا والله شاب رجل تعور مرتني حول الرجل هذه. والله العظيم ضيقت معي. Motorik!
تبي نركب هذه بقى شويه هديه 200 جنيه ايه احسن ترك كابتن اوان بدري والله رخيص هذا يقول 200 هذاك يقول 800 شفت شلون زين ترك كابتن بدري بعدين ها ترك كابتن بدري بعدين ناخذ نفر احسن لا احنا احنا مطولين هنا يلا مانجا هذا باب القلعة حسن معاك بطاقتك انت ايس كريم ايس كريم ايس كريم مانجا 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 ايس كريم فعل ها حسن رجلي عورتني ببعد شوية ايس كريم نقول له تيس يقول حلو روح ولا نقول له تو شو راح نفتح هذا ما يفتح هذا هذه الشنطة تفتح شو هي لا تقطعها أنت بس أمسك لنا عرف لبست فيك آيس كريم بس بس مانجا 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 إيه طبيعي الآيس حليب الكريم مش بطل الفندق آيس كريم مين نقول له آيس كريم مانجا 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 آيس كريم المفروض كل حي فيه قلعة السلام عليكم أصلاً أتذكر نتسوي أصلاً ها؟ يتكلم معهم بالانجليزي لا لا روسي انجليزي وحضرتك تعرف روسي؟ لا عمرك الروسيين كثير هي دي القلعة يلا
نسيت اسمه بعد شوي اقول لكم. خذ خليك لك صوره وانت واقف هنا. فيديو خلي الصوره ما احنا طالعين اجل. السلام عليكم. ايش مكتوب؟ ابعد كذا. بسم الله بتوفيق الله ورعايته افتتح المتحف المصري افتتح في عهد الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين. يقول لك تشرف القنصلية الصينية بالسكرتير والمجلس العام الثاني قطع الوكالة الصينية القبطية بدعوة سيادة كلها حضر معرض الصور الصيني المصري بقلعة قايتباي يوم الأربعاء والخميس. طب النهارده أربعاء نمر نشوفه. وين نروح؟ نروح يمين ولا يسار؟ كده بنجي هذا المعرض صدق هذه الصور اللي يقولوا عنها. لا الجو بارد هنا. هذا المعرض يصير للصور الظاهرة. في معرض صيني هنا مقام في القلعة. حسونا راح مد يمين ولا يسار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انت رحت فين؟ في طلعة من هنا؟ لف كده. خلاص خليك زي ما انت، خليك زي ما انت. طيب ما دام جيت تعال. ما شاء الله الجو بارد هنا يا ولد. ودك تقعد هنا صراحة براد. والله القلعة حلوة ما شاء الله جميلة. الله 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 في ايه؟ بص حضرتك. هذه زمان كانوا بيرموا منها الأطفال. فتحة صغيرة ودي بردك دي أطفال 3 سنوات دي 6 سنوات. ماشي أوكي. ما شاء الله الشبابيك هذه حلوة صراحة. يجي منها هواء بارد رغم أنه درجة الحرارة برا شيء فظيع. هي مو حارة أوي برا لكن حر، لكن المكان هنا بارد ولطيف. براد صح؟ من تحت براد لابس برمودا فوق حر رطوبة.
القلعه حلوه وسيعه من داخل مو ضيقه. بعض القلاع تدخلها تلاقيها ضيقه وصغيره. يا سلام الفتحه هذه، هواء بارد، دفع الهواء بارد. ودك تحط فراش وتنام هنا، تتمدد هنا قد ما الجو حلو. هو وداع شبابيك. بس ما خذينا نبذة تاريخية عن القلعة صراحة. المفروض في مرشد سياحي. ندخل الفتحة هذه، أشوف كل ما خبطها يجينا هواء بارد. لا هنا مو بارد، من الجهة الثانية بارد، يمكن عشان الموقع. يقول لك هذا عبارة عن نموذج للتصميم الأصلي للقلعة، ويشمل الداخل المداخل الحقيقية. اقرأوا الكلام بعد انتم، شوفوا هذا هو هذا التصميم الحقيقي للقلعة. القلعة حلوة من برا صراحة وشكلها حلو. حسن ابيك تاخذ صورة عادية كذا. خذ صورة ما ابغى فيديو، ابغى صورة لك انت. اي خذها وارسل لي اياها على الواتساب لك انت. ايوه لا مو لي انا كذا لوحدها كذا. اخذ لها صورة. اي خذ لها صورة بس. مين تصوروا؟ لا انت صوروا، احنا بس من بعيد كذا لوحدها عادي. ابتسم كمان شوية. خلك بالنص هنا. بس بهذه تقرب واضحة عندك؟ والله مش متصور كذا تحت. ورني عنه. انا ما ودي اطلعها، ودي تقرب تكون بس هذه كذا. ما تقدر تاخذها عرض كذا. خلص في فوق بعد دور. فوق لا احنا جينا من تحت حضرتك. يا كافي. مين كافي؟ برد مو كافي، مش كافي. Hello, Bobby.
انت هنا يا حسن؟ اوه هذا غريبة يعني، هنا طلع البحر تشوفون البحر، غرف هذه طلع البحر تقريبا مترين ونص بثلاثة. في حاجة فوق تاني؟ ايه؟ فوق في السطح، السطح السطح عافلين صح؟ شوفوا لون البحر من هنا والفتحات. طبعا هذه قلعة بحرية حربية أتوقع، من هنا يطلعون البنادق على المهاجمين عشان كده بيسموها قلعة. حضرتك السلام عليكم. شفت هذيك الشراء اليدوية بجديف؟ والله ما أركب على وش. ليه؟ اسمع جنون أنت. بالعكس والله حلو ومريح والله العظيم. آسر. في حاجة ولا بس غرفة صغيرة؟ لا بس صغيرة. ايوه دي قلعة حربية، من هنا يطلعون البنادق بيربوا على المهاجمين. لا ما يحتاج احنا بالفرفر كذا. الغرف كلها بتتشابه، يكون في غرفه للسلطان. ايوه كل الغرف مساحه واحده، امال السلطان قاعد فين؟ يا ترى غرفة السلطان في دائما السلطان تلاقيه عند الشباك، انا حاسس كذا. والله هذه كانها اكبر شويه، اصدق هذه شكلها حقت الشباك حقت السلطان شويه اوسع. شرح مساكوا على حضرتك وكانها اوسع شوي، بس لا لسه ما اعتقدش، اعتقدش ان السلطان به غرفه معفنه صغيره زي دي، والله اعلم. فلنكتشف ذلك، والله انها اوسع، ظهر انها هي حقت السلطان. شوف نفس المساحه بس هذيك كانت اوسع، ظهر حقت السلطان لان كنت السلطان بينام على تخت نفرين. ايوه هو ده. يا ترى غرفة السلطان. يسار حسن. فين؟ من هنا.
ده شكل المطبخ، حتى شوف حرقة تحت. الله الله، مكان المطبخ. يمكن هذا حق السلطان، هذه أكبر غرفة دخلتها، وشباكين يبقى 100% سلطان أكيد. مش محتاجة مرشد سياحي، كلها شبه بعض الغرف. أقول لك مش محتاجة، كلها شبه بعض الغرف يعني عادي. يمين يمين، طريقنا يمين. لا هذا هذا. أيوة كل الطرق تؤدي إلى روما. كرما. أيوة. هذه غرفة السلطان. مفهوم. هذا اللي نزلنا تحت. من اللي نزل تحت؟ واللي صار فوق. في فوق كمان؟ هذه غرفة السلطان صح؟ أوه. صح، هذه غرفة السلطان أكبر غرفة. بس مش محط للسلطان شباك. أيوة مكتوب. يا بنتي لا، هم كانوا بيعملوا هنا الأعراض الشجاعة بتاعتهم. أيوة أقولك أصلاً هي كانوا بيراقبوا السفن ماشيين أنت. هذه إيوان، إيوان يسموه إيوان، زي ديوان. ديوان ملكي كده تاع السلاطين. تصبح هنا بعدين يجي الصبح هنا. هذا مكتوب، هذا إيوان السلطان، زي إيوان كسرى. إيوان كلمة أتوقع مش عربية، كلمة فارسية أو تركية تتوقع يعني من كيس كله. لأن أنا سامع بإيوان كسرى. نزول وأنت طيبة، نزول من هنا. عندك صرف شيء أطهر. كبيرة صراحة اللي بنى السلالم هذا مزاجه عالي، سلالمهم كبيرة، أول قلعة سلالمها كبيرة. هو ده في لي ها وش وش في لوحة كده فين؟ لوحة هنا. لا ما تلاقيهم عربون أثرية والله، بنفتش الآثار في القلعة. أنا بتكلم بسرعة. ها حسبت نورت بقى. لا هو طب مش شايفها. ماشي. روح سيدي سيدي هناك، ما دخلنا هناك. ليش ولا غرفة هذه يمكن؟ لا طريق. السلام عليكم. هوبا وجايد. يا سلام والله حلو هذه الغرفة، شكله مصلى هذا كان. اي والله مسجد صحيح فعلا، ما خاب ظني. المسجد داخل القلعة سبحان الله. توقعت انه مصلى من تصميم شو اسمه
ايش يسمونه المقام هذا المحراب من تصميم المحراب. معلومات عن برج القلعة الرئيسي، اقرأها. خلنا من هناك كمان الباب كبير خشب ذبحنا الحر يا حسن المفروض حاطين فيها تكييف هذه باحث القلعة والتيزن خلنا نشوف وهذا اللي كالظاهر حق اسطبلات الخيول او خان او شيء استراحة تمام في سور هنا نشوف السور في شيء تحت؟ اه ايش فيه؟ ده البير اه طيب نشوف لو بدنا نرجع لها ما شاء الله والله القلعة حلوة صراحة تصميمها حلو كبيرة بس ما يفهم الموضوع بصراحة يعني هل زمان لما يصير مثلا هجوم على القلعة هذه بتحمي المدينة كلها يدخل من يمين من يسار يعني ما نعرف كيف نظامهم صراحة كيف النظام صراحة تعال خلنا ندخل البير ها خلنا ندخل البير ندخل البير وبعدين نطلع نشوف خلاها البير خلص منها هذا البير هذا الأضواء اللي تحت دي يا أستاذ أيوة. دي كانت طاقة شمسية أيام كانت
كيف يعني تقسيم؟ طاقة شمسية معقول؟ أيام الحرب ما شاء الله ما شاء الله الحرب ده المكان الوحيد اللي ما تضمرش كله اترمى الا ده هذا يقول لك زي ما هو هذا هذا زي ما هو ما عملوا فيه شيء يعني لم يترمم لانه ما في شيء محافظ على محافظ على وضعه بالشرط الفوق هو ده يقولون هذا البير مسدود هذه الفتحة فوق يمكن توقعت من الفتحة هذه حق البير هذاك يقول لي تاوية ماني فاهم يمكن صح تاوية بس البير هنا قدامي يمكن حسونا انت هنا خلوا البير ده يسار هنا هنا هذا دهليز هذا دهليز هذا هو ده اللي أثر السلطان أنت اللي أثرت السلطان صح؟ تعال كبير هذا تعال حسن دقيقة خلنا نشوف بسم الله يا جماعة الهواء اللي يجي من الفتحة هذه أبرك على نفسي وشوف هذا يرسل لي حس تجيني رسائل واتساب يا راس ابو بندر شلونك يا ابو بندر انا الحين في قلعه ماني فاضي
هلا ابو بندر، مسيك بالخير. بدي والله صوت واضح عندك كل الان. انا داخل في قلعه، بعد شويه بنزل مقطع لك. لحد الحين ما خلصنا. هذا ايش كبر الدهوز، وفي بعد يمين من هناك. شوف نخلص من هذا ونرجع هناك وبعدين نصعد فوق. حاجة قليلة والله، ما توقعت انها بهالحجم هذا صراحة. ما شاء الله. اما البناء فحدث ولا حرج، البناء شيء اروع من الرائع بصراحة. هالزمن هذا يبون يبنون، ما يبنون زي كذا والله العظيم، لأنه أصحاب الزمان ده مزاجهم على العال. فاهميني أنت طبعا حضرتك. هذه إيش؟ أنا عاجز أفهم. هذا بيحجز قبة. هذه 1 2 3 4 5 خمس شبابيك. هنا باب مسكر، ما ادري. خمس شبابيك كلها مطلع على البحر، كلها وسائل دفاعيه والله اعلم. دي حاجه جديده ما لهاش علاقه بالقلعه. أما حجم البناء عملاق. شوف الأرض، شوف الأرض، حجم البناء عملاق. لو جي مقاول بالزمن ده مش حيعمل لي زي كده. أوه لسه كبيرة يا ولد، هذه كبيرة وارتفاعها بعد كبير. خلينا نرجع نبدأ طريقنا هذاك، نشوف هذيك الثانية. صدق قد بيلها ساعتين هذه لفلفة. صدق فيها سحر القلعة هذه. رجلي هونت، رجلي هونت من دخلتها. ما احتمال انت ما تتمرن اصلا ولا تمشي عشان تبغى. شوف يا جماعة، انا بستخدم عصاية، فيني اركنسة من هنا لهنا. اول من دخلت القلعة راح. اللي يبغى يتعالج يجي هنا. والله العظيم راح، من دخلتها راح الألم. أنا من لغاية الباب وأنا ماشي، من نزلت من التاكسي وأنا على العكازة. السياح اللي موجودين أجانب، يعني أوروبيين مسلمين. حتة مدفعية هذه ولا إيش؟ شوف البراءة تنزل. ما تتخيلون الهواء اللي يجي منها قوي وبارد. والله يا أخي لو ناخذ شراعية هذه، شوف السفينة الشرعية تمشي على كيفك. اقسم بالله حلوة. يمين يمين سايك بالقلعة حسن. حلوة صح؟ حلوة كثير، بس المشكلة ايش؟
يا حسن قول يا حسن، ما تخليش حاجه بنفسك، قول رايك عادي. خليها في الخاطر خلاص، خليها في الخاطر لما نخرج، خليها في الخاطر. بس انا عندي لون البحر يعني. بينك وبين القلعه مشاكل يا حسن ولا حاجه؟ عندي لون البحر ولون ما قلت لك قتيل في القلعه يا حسن. السلام عليكم. ازيكم يا باشمهندس؟ هوبا هو ده. هنشوف السعر. هنشوف السعر. ها؟ الله 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 الله. هذه تصدق انها ممشى يمكن. هنا يتمشون يمكن. في صاعدة هنا ولا ايش؟ نمشي اخر سوق نرجع. ما فينا حيل والله نمشي اخر سوق، اللي بنصعد فوق على السور. صعدنا يا رجل صلى على النبي. لا لا هنا السور هذا، ما شفت الناس شلون صعدوا؟ تعال اوريك. السور الخارجي. والله دقيقة خلنا نطلع لنا. طلع لنا 10 دقائق. ما في. شوف دقيقة. دقيقة نشوف في قشرات عندنا شايف قشرات. دقيقة ما في قشرات. عطنا نعطيهم 20 جنيه يدبروا نفسهم هات. انا بعطيهم اثنين هم 10 عطيتها اللي بالش اسمه بهذه هذا الحج وين تروح تدخل داخل؟ طيب اعطني هذا الجديد عشان نعطيه هذا الجديد طيب ممكن شوف الفتحات هذه اللي جبناها هو. من طلعتنا من طلع من هنا ولا؟ هذا نطلع فيه فوق؟ ايه فيه. أنا من الساعة منين جينا؟ هم صعدوا من الساعة منين صعد؟ احنا جينا من هنا. اي هذا هذا السلم هذا السلم هذا. صعدنا. صور على مصر. عمار يا مصر. عمار يا مصر. يا أخي اللي ودك تبني من الأشياء القديمة هذه لك مكان خاص يعني. أبني لي قلعة لوحدي يعني وتسوح لوحدي ما ينفعش خالص حضرتك. هو ده اللي قتل الخديوي باشا، هو ده، شايفينه يا جماعة؟ أنا عصيت بالله، أنا عصيت عجبتني اي عجبتك انت ما بك شيء صاحي انا سالان لا تقول راح الالم من يوم جيت القلعه راح بس لما جيت بصعد رجع تعبت لا ما رجع طيب بس بالصعده حلو ايش في هنا تعال هنا تعال هنا ماشي شكرا كبير
خشوا هذا والله تجيبها شكل جيبها كذا حضرتك ما شاء الله خلاص معنا والله مدخلها كلها صراحة صعب متعبة ما شاء الله كبيرة مساحتها كبيرة والله تبيلك ساعتين ثلاثة تبيلك ثلاث ساعات على الأقل صراحة شوف لسه هذا الجهة اللي هنا هذه شوفوا الجهة هذه ما نقدر الجهة صراحة بعد كبيرة احنا تعبنا واستعبت يا أستاذ حسن بس لأنه شكل الأخضاح على نفسي بعد أشوف هذه تمشى وبعد شوية روح ناخذ لنا قارب من هناك وتبقى آخر فلالي ندخل هذا حق الاسماك ذكرنا نشوف متحف الاسماك هذه القلعه ما شاء الله احنا صاعدين يعني مو فوق سطح القلعه فوق سطح جدار القلعه فوق سطح السور احنا على السور السور ايضا متوزع السور جانبي كذا على اليمين وهذا السور اللي بالوسط كبيره كبيره صراحه ما تقدر تفرها صراحه بيوم واحد تتعب إلا إذا أنت شخص نشيط هذا موضوع ثاني بالنسبة لي أنا والله مستحيل يعني. ما شاء الله وعلى البحر يا سلام هو ذا ياخذ لك صورة؟ والله حلوة حيل بالنسبة لي أنا 100% أتكلم الجوال حسب اللي تكلمني لو ما صدتش ربع سمكة يكفي الجو يا سيدي ربنا يرزع الجميع لا تنسوش اللايك يا جماعة اللي مش هيعمل لايك هطخه واطلع مخه ايوه سياحة جانب يصورون في
فتحة. يا سلام إلى فتحة. أظلك يا حظهم اللي قوارب الشرائية داخلين جو الآخر. خبينا شوي على البراد بروح نحط طالب هنا. زي ما بيقول الشاعر يا حسن بيقول ايه؟ صافي راح في وسط الاهل. لا واقف وانت بتبحر. في داخل البيضان تمثل كنا قل خديوي فتح له كشك فتح له كشك فوق السطوح والله من كثر ما شفت كشكات بمصر قلت اشك انه اي واحد فتح له كشكات اسمع ذاك ايش المثل اللي سمعناه عند قبل عباس وبعد ايش يقول لو كنت خدمان شم شكمان بس ما ادري هو يقول لك كنت خرمان ولا كلمه ثانيه ما ادري بالعاده في مصر هنا الامثال كثيره لو كنت هيمان شم شكمان لو كنت خرمان تصور ود عندك يا جماعه لو كنت خرمان شم شكمان استغفر الله العظيم. كنت صغير كنت احط له فحم كبير.
اسمه ايه ده؟ سنارة وقعد هنا. يلا يا حسن. كيف نبي نروح هناك نتمشى؟ نبي نروح هناك يا ولد. وين؟ هناك على السور هذا. نكد حيودينا في كل مكان. نبي نمشي على السور. اذا في طريق هنا. كيف توصل السور انت الجنة؟ ما انت تبي الجنة. الا فيه. تسلق الاثار هذه شفناها تسلق الاثار. طريق المهم من هنا. تموت نفسك انا اشوفك تموت في القلعه ما في شيء ما في دخلك ما في ما في هذا هذا من هنا تدري ان هذه والله رياح حلوه طلع من هناك في نزله من هناك في يكم من هنا كم استكا Nu, acolo stiroz mai sunt picioarele alea două. Nu, trebuie să fie bine acolo. Așteptăm cu alea.
هذا وش تدق هذه لهجة إسبانية؟ إسبانية شكلها. شكلها إسبانية هذه. كده يا اخوانا انتهت رحلتنا في القلعة. احط لكم اللوكيشن والاسم.